تواجه مشكلة في الزوايا والحواف أثناء وضع الأرضيات الخشبية، أثناء تثبيت الحواف التي تواجه صعوبة في تكرار الأشكال غير المنتظمة، فلا تقلق بشأن ذلك إذا كنت تبحث عن أداة للمساعدة في حل هذه المشكلات، فإن أداة وضع العلامات متعددة الوظائف سك رائعة لمثل هذه المهام الدقيقة، ويمكن تطبيقها على أكثر من 15 سيناريوهات استخدام، بما في ذلك التبليط والرصف والجملونات والألواح وألواح الحشو إلى آخره. تم تصميم هذه الأداة لعمل كثافات متعددة الأحجام والأبعاد، مما يجعل الأعمال الخشبية أسهل وأسرع، متعددة الوظائف ويهل حلها، فهي سهلة الاستخدام ويمكنها تكرار الخطوط بشكل مثالي. مصنوعة من مادة سبائك الألومنيوم، ويمكنها إجراء قياسات دقيقة، لا حامل ثابت، ومقبض الضبط الخاص بها يسمح لها بتغطية مجموعة واسعة من الزوايا. هذه إحدى الأدوات التي يريدها كل عامل بارع في متناول اليد للمهام التي تتعامل مع الخطوط. ستساعدك أداة وضع العلامات سك المتعددة الوظائف من تحديد زوايا العمل بدقة ومعالجتها بكل حرفية حسب احتياجاتك. نهاية الفيديو، إذا كنت تريد البقاء على اطلاع بكل هذا، قم بالاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء.